اللجنة البارالمبية البحرينية وقعت اتفاقية تعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين من أجل تحقيق التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، وحرصاً على ارتقاء خطط ومشاريع اللجنة مع أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن الاتفاقية أوجه تعاون متنوعة أبرزها إنجاح دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب المقرر إقامتها في البحرين. نسعد أمانة بالاتفاق معهم، وهم سعيدين بالأعمال اللي تقوم فيها اللجنة البارالمبية البحرينية اللي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واللي هي في رؤية مملكة البحرين لتحقيقها في السنوات القادمة. عندنا في الفترة القادمة أو القريبة عندنا منتخب راح يشارك في بطولة في سويسرا، بطولة تأهيلية لطوكيو، وبفضل من الله سبحانه وتعالى عندنا تقريبا من لاعبتين إلى 3 لاعبات نتوقع لهم إن شاء الله المشاركة في طوكيو، ويمكن لأول مرة إن شاء الله نوافيكم بخبر جديد إذا الله كتب، رياضة جديدة تطرح لأول مرة في الألعاب البارالمبية في البحرين، وقد يكون لها فرصة للتأهل والمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو اللي راح تصادف في آخر شهر أغسطس من 21. This agreement that we've been working on with the Bahrain Paralympic Committee in the past weeks, it's an agreement to start a new journey together between the United Nations Development Programme and the committee for a common goal to open up opportunities for especially young Bahrainis to make their dream come true as athletes and to compete against themselves, compete against others, and to make their dreams come true. So what we want to do from UNDP is to partner with the committee, incorporate principles that we have in common between the committee and the United Nations Development Programme. Most of them are related to principles of empowerment, particularly working with youth, of accessibility and inclusion, and overall the principle of leaving no one behind. We want everybody in Bahrain, even and especially those with special abilities, to be able to make their dreams come true and become athletes as an example for themselves and for others around. هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف اللجنة البارالمبية البحرينية من أجل تمكين ودعم ذوي العزيمة من الرياضيين ودمجهم التام في كافة نواحي الحياة المجتمعية لتحقيق رؤية وأهداف اللجنة. راح نتكلم اليوم عن المهارات الحركية في المنطقة الأمامية من الملعب. راح نقسم الملعب إلى 3 أقسام لتسهيل عملية التعلم، تعلم الحركات داخل الملعب. راح يكون عندنا في المنطقة الأمامية، منطقة وسط الملعب، ومنطقة خلف الملعب. وراح نقسم المهارات إلى قسمين، المهارات الحركية ومهارات ضرب الريشة. في البداية اليوم راح نتكلم عن المهارات الحركية، وراح تكون حصتنا اليوم عبارة عن 3 محاور. المحور الأول راح نتكلم عن مكونات حركة القدمين، المحور الثاني عن دورة الحركة، والمحور الثالث عن الطرق المختلفة للتحرك للمنطقة الأمامية من الملعب. يستخدم لاعبي الريشة الطائرة مهارات مميزة للتحرك داخل الملعب. يوجد مجموعة من المكونات وراح نستعرضها الآن إن شاء الله. المهارة الأولى أو المكون الأول، القفز مع فتح القدمين. يوجد هناك 3 أنواع كما تشاهدون الآن. المكون الثاني، خطوات الجري. المكون الثالث، خطوات الجانبية باستخدام القدمين معاً.
خطوات رجل خلف رجل. مكون الخامس الدوران حول المحور، يوجد طريقتين هنا، حركة للأمام والحركة إلى الخلف. حركة الطعن، طعن الأمامي، الطعن الجانبي والطعن الخلفي. والمكون الأخير عبارة عن القفز والهبوط. في المحور الثاني سوف نتعرف على دورة الحركة. دورة الحركة تتكون من 4 أجزاء كما سوف تشاهدون الآن. الجزء الأول وهو البداية، الجزء الثاني الاقتراب، الجزء الثالث الضرب، والجزء الرابع وهو العودة. مرة ثانية لنشاهدها مرة ثانية، البداية، الاقتراب، الضرب والعودة. هناك 4 طرق للتحرك للمنطقة الأمامية للملعب. الطريقة الأولى القفز مع فتح القدمين، خطوات الجري، الطعن الأمامي وخطوات الجري في العودة. الطريقة الثانية القفز مع فتح القدمين، خطوات الجري الجانبي، الطعن الأمامي، خطوات إلى الوراء. الطريقة الثالثة القفز مع فتح القدمين، خطوات رجل خلف رجل، الطعن الأمامي، خطوات إلى الوراء. الطريقة الرابعة القفز مع فتح القدمين، الدوران حول المحور، الطعن الأمامي، خطوات إلى الوراء. تعتبر مهارات الحركة من أهم المهارات اللي يجب على اللاعب أن يتعلمها منذ البداية، لأن هي راح تضمن وصول اللاعب إلى المستويات العليا. حركة القدمين شيء جداً مهم برياضة الريشة الطائرة، وشفنا اليوم في هذه الحلقة كيف إحنا نتحرك داخل الملعب.